نجتمع هذا اليوم يوم 26 فبراير هنا ببيت الصحافة بدعوة من النقابة الوطنية للصحافة المغربية للتضامن مع الشعب الفلسطيني عموما مع زملائنا الصحفيين الفلسطينيين الذين توفي لحد الآن منهم بفعل بطش الآلة التقتيل الإسرائيلية توفي منهم أكثر من 120 وقد يقرب العدد من 130 شهيدا من الصحفيين الفلسطينيين. وقفنا هذا الصباح للتضامن معهم ولإعلاننا بشكل صريح وواضح رفضنا لآلة القتل الإسرائيلية التي تتواصل ضد الفلسطينيين ضد الصحفيين الفلسطينيين وضد عائلات الصحفيين حيث سجلنا أكثر من 1000 شهيد من أسر وعائلات الصحفيين الفلسطينيين. وقفنا وترحمنا على الصحفيين عموما ترحمنا أيضا على الرئيس السابق لبيت الصحافة الفلسطيني الذي زارنا هنا في بيت الصحافة قبل عدة أشهر وصافحناه وسلمنا عليه لكنه استشهد في آلة القتل الإسرائيلية. ترحمنا عليه وترحمنا عموما على مجموعة الصحفيين الفلسطينيين وأعلننا بوضوح رفضنا لهذه الآلة آلة القتل وآلة القمع المتواصلة في قطاع غزة ضد زملائنا وضد أهلنا بشكل عام. إذن هذه الوقفة التضامنية اليوم في بيت الصحافة بمدينة طنجة ليست هي المرة الأولى ولكن في الحقيقة منذ اندلاع هذه الحرب وانطلاقتها والشعب المغربي عامة يعلن تضامنه واللامشروط مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. واليوم بيت الصحافة ومنه نقابة الصحافة المغربية تعلن أيضا تضامنها مع الصحفيين الفلسطينيين وتشجب أيضا على أنظار بقية زملائنا حول العالم كل ما يحدث في خاصة لأصحاب المهنة الشريفة الصحفيين. هؤلاء هم ناقلين للخبر وليسوا طرفا في هذا الصراع وأعداد هؤلاء الصحفيين الذين لقوا حتفهم في هذه الحرب العدد يندر ويضرب جرس الإنذار لكثير من المنظمات وأصحاب الضمائر الحية بأن تتوقف آلة الحرب. والصحفي المغربي يتضامن اليوم بأسلوبه الراقي دائما مع الصحفي الفلسطيني ويقول له معا بكل الوسائل الممكنة والمتاحة لإنهاء آلة الدمار آلة الحرب ولتوعية الضمير الإنساني العالمي ونناشده بأن تتوقف الحرب.